بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي. النهاردة فيديو لانجريهات، هنشوف لانجريهات لأول مرة بنشوفها، حاجات كده بيجامات، كشميو، قمصان، في حاجات قطيفة كمان، لانجريهات شتوي هنتفرج عليها ونشوف أتمنها وأسعارها. أسعارها هتعجب حضراتكم جدا إن شاء الله. كمان احنا اللانجريهات اللي عندنا يا جماعة فساتين سهرة بجد، يعني بصوا حاجة زي كده وسعرها جميل جدا. هندخل نتفرج على الفيديو ونشوف كل حاجة إن شاء الله يا حبايبي، كل حاجة بالأسعار بالمقاسات، وهسيب لكم بإذن الله العنوان في صندوق الوصف. ندخل بقى ونتفرج على الفيديو. انا كمان الزيتي في ايه تاني بقى؟ إيه طبعا كل ما احنا كل اللي كل... احنا يعني دي مثلا بيجامه برضو من الحاجات اللي هي مش تقليديه قوي. بصوا كمان ده فساتين، كانها فساتين سهره يا جدعان. ده عليه عرض 95. ده 95 الطقم اللي انا هوريه لحضرتك ده، عشان ده برضو من الحاجات اللي كانت عاليه تقريبا 130. بس احنا نزلناه عرض 65. ده بقى 65. ده بيجامه لانجلي. بصي ده البنطلون ده كده بنطلونها. طبعا هو ده دانتيل بيمط، وده البادي بتاعها. البادي اصلا انت ممكن تلبسيه لانجري قصير لوحده. ممكن يتلبس صح لانجري قصير اهي. بصي ده كده وشها، الظهر بيبقى اكس عريان، ومن تحت اللي هو فيه زي كشكش درابيه كده. يعني دي بصي بتوصل يعني بتغطي المنطقه اللي ورا، فهي يعني ممكن فعلا تعمليه لانجري قصير، وممكن تعمليه كبجامه. يعني هو كده بجامه لانجري. ايه برضو ديت قلنا عليها عروض 65. عندي وده بقى كده 55. نشوف ده. حاضر. ده نشوفه ده حبايبي الطويل ده، برضو الناس في ناس بتحب الطويل، يعني بتحب اللانجريهات الطويله. بصوا بقى عود. كان لازم اشوفه. لا 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 لا، ده الاسود بتاعه بس نزليه شويه. ايوه بصوا بقى حبايبي، استنوا ده بطانه داخليه. افرديه تاني معلش يا جميل. بصي عشان الناس تشوفه، بص شكله عامل ازاي، فستان سهره. لا وتقيل يعني اللي يعني حتى الخامه بتاعته انا لاحظت وانت بتطلعيها مش حاجه خفيفه. لا وبصي الظهر برده، والظهر شاغل برده مشغول. قصدي ده بكام؟ ب 95. انتوا متخيلين يعني ده ب 95؟ شايفين المنظر؟ الاحمر والازرق. والاحمر والازرق تمام تمام. الله ينور. تمام. شايفين اللانجريهات التحفه دي؟ غير بقى القطط والحاجات كل ده كده عروض. عندي برده ده برده. دي سلوبيت برده دانتيل. ده سلوبيت. تعالى نشوف السلوبيتات بقى الدانتيل. ده 85. بصي سلوبيت شورت. ب 85 يعني بس من تحت. تمام. وعندي برضو اللي هي الحاجات اللي هنا دي، عندي لانجري زي ده كده، في حاجه كده اهي هنشوفه بقى دلوقتي. بجد اللانجريهات تحفه، يعني اكبر تشكيله الواحد بيشوفها. واللي فوق ده لازم اشوفه ده من بص يا حبايبي اهو. هو طبعا زي فيزون. هو طبعا ده فيزون لكرا عشان يبقى ماسك على الجسم. يعني بصي هي طبعا في يعني في لانجري ما بيبانش غير مع أيوة اللبس، مع الصورة. لما القماشه بتتفرد. بكام قلنا ده؟ 95. 95 عندي برده حاجات اللي هي بقى مشجره. مش لازم كله ساده، ما العروسه بتتشكل بقى مشجر وساده وشورت ومش عارفه كل بقى الحاجات دي. طبعا عرايس بقى ربنا يفرحهم. لا وبعدين ده بيبقى ليه شكل كمان مميز، والست ده. كمان يعني لازم تجيب برده تغير. طبعا بتيجي تجدد. ايوه ده بيبقى بصو. زي كانه قطعتين بس رابط من هنا. ده بكام ده؟ دوت ب 100. ب 100 ده في منه مقاسات ولا صغير؟ لا هو بيمط اصلا. انا بيموت. عندي يعني بصي عندي حاجه زي كده. بصوا ده شكله جميل ازاي. في منه الوان عليها ولا لا؟ بس عندي اشكال. هو كحلي. بس عندك اشكال مشجره. يعني ده الفراشه كده اللي انا هطلعه دلوقتي. بصوا ده الفراشه هنطلعه ونشوفه دلوقتي. وده لازم نشوفه. في حاجه تعتبر فري سايز، يعني انت بصوا ده بتحددي مقاسه. الله. بصي انت بتاخدي الخيط ده وبتربطيه على قد جسمك بقى. بتجيبيه اكس من ورا وتربطيه، فانت متحكمه في القماشه. تمام. فمثلا ده يعتبر بالنسبه لي فري سايز وبيج سايز في نفس الوقت. يعني يلبس كله. بصي عرض القماشه. بصوا حبايبي العرض. تمام. فهو يعتبر معايا فري سايز. بكام بقى ده؟ ده كده 145. 145 ده من الحاجات برده اللي تعتبر هي هي. ده تحفه بس ده على طويل شويه. ده على طويل شويه. ده جميل قوي ده برده. ده بكام ده؟ دوت 155. 155 شكله وخامته كمان باينه قوي. الخامات بتاعتهم حلوه قوي. بصوا حبايبي الالوان بقى الفرايحي بقى. لا وبصي يعني الواسع ما حد يعني هو بيعدي فكره ان هو بيبقى مقاسات عاديه. في ايه؟ بتقولي بيعدي فكره ان هو مقاسات عاديه. يعني ينفع بيك سايز اصلا. جميل جدا جميل بجد. وعندي برده ده الاحمر ده.
والشورت اللي فوق ده يبقى نشوف ان شاء الله. اه طيب شكلها حلو قوي جدا دي. عايزه اقول لك دي من الحاجات اللي احنا يعني ما بنبطلهاش اصلا عندنا. بصوا ده برده شكله برده ستايله جديد. الرسمه بتاعته حلوه قوي قوي، وبعدين بتنفع كشات بحر للناس اللي مش محجبه. ايوه صح، واللي قبليه ده برده ينفع كشات بحر للناس اللي مش محجبه. يعني حتى كشات البحر موجوده عندنا. اه ده بكام الاحمر ده؟ ايه برده 135. 135 بصوا ده بقى قطعتين. اه اللي هو ده، تعالى اوريه لكم. بصوا حبايبي ده قطعتين بقى كده. برده بتحبي تجددي في بيتك تلبسي كده؟ هتلبسي كده ستايل ده برده من الحاجات اللي هي عشان الجيبه طويله. ايوه ترفعيها ما تبينيش بطنك. بصي بقى قاعده في هواوي. اه فتحتين جنب. بصوا الجمال. تمام، والتوب بتاعه تحفه برده. بصي طبعا ده الله. يعني اه تفرديها وتضيقيها حسب مقاس الصدر طبعا. ده بكام بقى الطقم التحفه ده؟ ايه دوت 165. 165 في الوان ولا هو بيبقى لون واحد؟ لا بس بيعدي اشكال يعني. بصي بقى عندي شكل تاني كده. زي كده. بصوا شكل تاني اهو برده. ودوت وده كمان. يعني هتلاقي الالوان اللي هتحبيها. ايه عندي برده احنا قلنا عايزين بصوا ده. ده طبعا الوان يعني احنا معانا بصي فوشيا الاسود ازرق. الازرق عندي بصي الجيبه ليها تشجيرتين. عندي الاصفر عندي الاحمر. هنشوفه على فكره في كذا شكل يعني. يعني كذا ده منظر. ده منظر تاني هنطلع وهنشوف. يعني بصوا ده ستايل تمام. شايفين القطعه اللي فوق ده حاجه تانية، ده حاجه ثالثه. اه يعني ده اللي مشجر من فوق. ده المشجر من فوق اللي هو سبعه ده نازل سبعه ده. احنا بنربط دي على الرقبه. لا وبصوا الفتحات دي كمان. بتبقى زي الصوره بالمنظر. تمام تمام. هو شكله ودي الجيبه بقى. تمام. ده في منه مقاسات ولا بيبقى هو برده مقاساته؟ يعني لو واحده مثلا مستوى صغير وعندها جناب مش مشكله بيدخلها. يعني المهم الوسط. وعندي برده من تمام. الحاجات اللي هي الترند عندي. ايه بقى الترندات؟ السلوبيت القطيفه دي عايزه اقول لك. بصوا حبايبي اللي هي السلوبيت اللي قدامنا ده. ده سلوبيت قطيفه بس من ضمن الحاجات. بصوا بقى تحفه بجد. كانت عامله ضجه يعني. ايوه فعلا. يعني ده عامل ضجه عشان هو سلوبيت بقى ده عامل ضجه جامد ترند ده. وبعدين مقاسات يعني بصي هم عاملينه كل حاجه فيه بتمط. القطيفه أيوة. بتمط ودي بتمط. فكان بصراحه بياخدوا مني الناس حتى المليانه شويه بتاخده. ده بكام بقى ده؟ دوت ب 140. ب 140 تمام تمام. لسه هنشوف. طبعا يا جماعه دي احنا بندي اسعار. اسعار الاسعار دي اسعار جمله. تمام. الاستخدام الشخصي بيزيد 10 جنيه في القطعه. طبعا عندنا شحن محافظات. ايوه في شحن صحيح لاي مكان. وبالنسبه بقى للناس اللي هي بتاخد كميات اللي هي دسات وبيبقى ليهم خصم اللي هي المحلات. او الناس اللي هي اللي بتاخد اونلاين بس مثلا عاليه اللي هي في المره الواحده هتقفل المبلغ عادي. تمام ليهم خصم. طبعا تمام. انما السعر ده لو حد جه هيشتري بيه. اللي احنا بنقوله. تمام. بصوا القميص ده مفتوح من قدام ده مش كده ولا ايه؟ لا ده هو طول. بصوا حبايبي بس دي رسمه القماشه ذات نفسها. بصوا القماشه نفسها ليها رسمه. والقميص بتاعه ده القميص والروب. بصي الروب هو اصلا تحفه. بصي الكم عامل ازاي. تمام تحفه. ده بكام الروب قميصه؟ ده 140. 140. انا ملاحظه ان انتم مش مكررين قطع كتير يعني عشان يبقى في تنوع عندكم. بجد تنوع. عندنا حاجات وعندنا حاجات حلوه قوي. بصوا كمان الفساتين دي والله العظيم حاجات روعه. تعالوا ده احنا لسه هنشوف حاجات تاني. بصوا لو عايزه برده بيجامات قطيفه قطيفه صيفي. بصوا حبايبي شتوي دي. بيجامه قطيفه شتوي بس بتبقى لانجري. لانجري شتوي. كده قطعه تحت زي البرا. دي البرا. تمام. ده الشورت طبعا هي اللي في منها الوان. ايوه ده الشورت في نفس الدانتيل. وفي بقى القطعه اللي فوق دي المقاسات ايه بقى دي؟ ايه فري سايز بس هي يعني مقاساتها فيها عندي حاجات بتبقى واسعه قوي وفي حاجات بتبقى مقاساتها صغير. بصي دي بكام يا جميل؟ 120. 120 دي شكلها اهو ثلاث قطع ب 120 شتوي. تمام اوريكي شكلها تاني. تعالوا لسه هنشوف حاجات ياما. عندي برضو دي الشكل ده قطيفه برضو لانجري قطيفه نفس الموضوع بس دي قطعتين بس. دي ممكن تكون مريحه شويه بقى. ما انا عشان كده بقول لحضرتك مش كل الموديلات. ايوه لان بصوا حبايبي دي ممكن انتوا ايه يعني ممكن تيجي على على المقاسات الكبيره برضو لانها مريحه من هنا. دي بكام دي علياء دي؟ ديت برضو 110 تقريبا. 110 في القميص القطيفه يعني عليه عرض 85. بصوا ده في منه احمر وفي منه نضيف. ده قصيفه كله اهو طبعا عشان كمان عيد الحب مقرب. ايوه ده بيبقى مجسم على
يعني عشان عيد الحب بقى. خمسة وتمانين. ايوه في منه نيبيتي بس هو احنا اكتر لون مشي معانا الاحمر. الاحمر ايوه تمام. في حاجه كده بقى مختلفه، ده بيبقى بادي وجيبه. ده بادي وجيبه اهو هو متعلق. تعالوا نشوفه يا حبايبي. بصوا ده كمان الماسكه حلو جدا برده. بصوا دي الجيب بتاعته اهي، طبقتين. طبقه وده البادي. البادي تمام. ده بكام؟ ده برده يكون فرنش 90. تمام. وفي اللي هو بورده ده كمان. وعندي ده التول اهو جميله قوي. بصوا حبايبي ده تول اهو. ده بكام التول يا علي؟ بصي كلهم يعني من 90 95. تمام. الحاجات التول دي بقى دي برضو عندي منها الابيض والاسود. تحبي نفتح انهي لون؟ اي حاجه اللي يبان اكتر. هاتي الابيض ماشي عشان التصوير. دي حلوه قوي برضو. بصوا شكلها ده الورده على البرو وعلى الشورت. وردتين على الشورت. بصوا اهو ده الشورت اهو قدامنا بقى كده. بصي وبرده مقاساتها واسعه حلوه يعني تلبس. بصي تمام. بصي بنفس الفراشه اللي هي دي بنسميها رسمه اللي هي زي بتاع روس شرطه. ايوه في كمان حاجه كده. ده من الحاجات الحلوه قوي. والحاجات اللي هي الملونه دي بتاع 100. ده في حاجات ملونه وعندي طقم الثلاث قطع. ده ثلاث قطع برضو. تمام. وعندي بيجامات بقى كده. دي ثلاث قطع. بروب. بيجامه دي تحفه شكلها باين. 150. وبعدين البيبي بلو دوت عامل لنا طفره السنه دي. اللون ده برضو من الالوان الجديده. جميل 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 جميل. يليق كمان مع كل تهالي انواع البشره. والله هو لون مختلف فالعرايس كمان مقبله عليه. ده الجيبه. ده شورت. سوري الشورت. وعندنا البادي. بصوا البادي. بصوا البادي فيه دناديش كده من فوق. والروب بقى بتاعه ده ب 150. ده نازل ب 150. وعندي برده اللي هو ده برده بيبي بلو. عندي تاني اهو. البيبي بلو ده. وعندي البيبي بلو الكب يعني لو بتحبي الكب. لو بتحبي بالكب او من غير كب. هو الكب عاملين فيه تاتش اللي هو الباندي ده فمختلف شويه. ومدخلين البينك مع البيبي بلو طبعا تحفه اصلا اللونين مع بعض. والبانتي بتاعه. البانتي بصي رسمته حلوه خالص. وطبعا عشان هي كب فعاملين زي قفل ورا. عشان تتقفل يعني. اهو ده شكلها. بصوا حبايبي تمام. لا بصي الظهر نفس الفيونكه كمان اللي على البنطلون. اللي على شكلها حلو قوي الفيونكه دي. وعندي برضو احنا قلنا ده بكام؟ دوت 100. 100 تمام. وعندي برضو ده روب قميصه ده. سيمون. بصوا ده قصير ولا طويل؟ قصير. في حاجات طويله برده موجوده. احنا عندنا حاجات طويله. والارواب الستانات والحاجات دي كلها احنا عدينا عليهم على فكره بس ما صورناهمش. بص حبايبي برده ده نفس فكره الورده. بصي الورده قريبه جدا من البيجامه. بصي بنفس التفصيله بتاعت الصدر. جميله قوي برده. من جوه رقيق قوي اصلا. قوي. ده بكام بقى ده؟ 150. ده برده 150. شكله جميل قوي. وده الايد اهو بتاعته. الدراع بتاعه والشغل اللي عليه. طبعا احنا احنا عايزين بقى يوم بحال والله نصور اللانجريات دي. بصوا في كمان حاجه كده اهي. ده طقم قطعتين. عندنا منه الفوشيا والاسود. الاسود بصي. بصوا ده الكب. لا ده البانتي. البانتي سوري انا شكت في ايدي البرا. ايوه ده البانتي بتاعه. البانتي بيبقى فيونكتين كده. فيونكتين برده لطاف جدا. دي البرا. ودي على فكره اللي هي التوكه اللي على الرجل اللي هي كانت الموديل. دي حركه برضو. هي ما هو طقم عرايسي شويه. أيوة. دي عرايس بيدوروا على الحاجات دي. ودي الجيبه. بكام بقى يعني العرايس بيدوروا على ده؟ ده ب 105. 105 طقم تحفه. بيدوروا على الاطقم بالذات. ايوه اللي هي مختلفه يعني. بالظبط. بصوا يا جماعه كل دي لانجريهات وبيجامات وحركات كله. بصوا روب ساتين بكم دانتيل. ده في منه الوان كتير جدا. دوت 125. 125 في منه الوان كتير. في منه الوان كتير يعني. ده هنا مثلا الموف. عندي نبيتي. عندي زيتي. عندي كحلي. حلو. بصي عندي كشمير. الكشمير بتاعه اهو ساتان والكوم دانتيل وواسع. بصي اللون الزيتي اهو. من الزيتي كمان تمام. وعندي البيج. وده النبيتي. درجه النبيتي. نبيتي اهو تمام. عندي منه درجات كتير. في كمان اللي هو
الطويل ده برضو فساتين زي فستان كده ده بالظبط. اهي بصي ده البيج بتاعه، ده البيج اهو الجولد بتاعه ده. الناس اللي بتحب برضو الالوان دي، كل الالوان حبايبي موجوده. وعندي برضو الحاجات اللي هي التايجر، تايجر اللي هي زي كده بصوا شكلها حلو. والقميص ده هنشوف طيب دلوقتي كمان اندرات باذن الله، ونشوف بقى الحاجات بتاعتها وطيجرات. بصوا على الوان تانية اهي، تشجيرات اللي هي بيسموها مش زي الجيش شويه. ايوه صح. ده عليه عرض ب 55. ب 55 الصعقه ده. الصعقه ده ب 5. عايزين نشوفوه برده يعني. وعندي حاجه فسفوري زي كده. ايوه الالوان بقى الفسفوري. ده ب 45 عاملين عليه عرض. يعني ده ده تلبسه كده تلبسه تنور. هي نورت الورده تمام. وعندي في السلوفيت ده 65 كلها على عروض. 65 عليها عروض. عندي كذا شكل. تمام. عرايسي طبعا كل الحاجات دي عرايسي. ده برده اهو بصوا هو جميل قوي ده. بصي يا حبايبي لانجري طويل كانه كده فستان. ده بكام بقى ده؟ دوت 170. 170 بس هو بصراحه حاجه حلوه فيه. بصراحه ثمنه فيه. الله ينور يا حبيبتي، تعالوا نتفرج. يلا لسه في ده رب قميصه. مصنع نعومي برضو عندنا. مصنع بلادي يعني. عندنا كذا حاجه يعني. عندنا بصي ده بيجامه شورت، وده سلوبيت شورت. سلوبيت شورت بكام؟ تقريبا كل ده فرنج 85 95. تمام. مش حاجات الحمد لله عندنا مش عاليه. مش عاليه. وفي رب قميصه ده ده بكام بقى ده؟ ده إيه؟ ممكن ينفع للصباحيه. ده تقريبا كان 150 على ما اتذكر يعني، او 160 اغلى من كده. بص حبايبي ده بتاع الصباحيه بقى. بصي نتفرج بقى على روب الصباحيه. اورجانزا طبعا الشغل اللي فيه، وبرده عاملين هنا عشان اورجانزا كده. والروب طبعا حلو مش وحش. تمام. هو مقاسات طبعا عشان اللي عايزه اقل من كده ولا عايزه اكتر. وده شكل الروب طبعا. الحزام بتاعه 150. تمام. كمان يا حبايبي كبات اهي. قولي بقى اللي هو الكب دوت. ده صناع تركي. ايوه اللي بيبقى الكب ومعاه البانتي بتاعته بنفس بيبقى طقم الوان. تمام. بصي باشكال عندي حاجات سيمبل زي كده. اشكال كتير. اشكال كتير بالظبط. وعندي كمان منه ساتان. الاسعار بقى بتاعته ايه تتراوح؟ اي طقم 90 بدل 120. اي طقم. عندنا كمان بانتيات قطن زي كده من مقاس ميديم لحد 3 اكس يعني. ده كده ميديم. ميديم ل 3 اكس بكام بقى التلاتة؟ بصي بتاخدي يعني السعر اللي مكتوب خصم 10 يعني. مثلا ده هنا مكتوب 70، حضرتك هتاخديها ب 60. ب 60 التلاتة ب 60. بتاخدي خصم 10 جنيه من السعر المكتوب. تمام. وكمان عندنا منه بناتي. حسب برده السعر المكتوب عندنا من اول مقاس سنتين. تمام. كده تمام؟ كده تمام. تمام. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. ما تنسوناش بقى حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة والشير على قد ما تقدروا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.